السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات. اللي ما اشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله إشعارات بكل الفيديوهات اللي هنقدمها الفترة الجاية إن شاء الله. الفيديوهات الفترة الجاية إن شاء الله هتكون فيديوهات قوية جدا جدا. بعتذر لو ما قدرتش أرد على بعض التعليقات لأن فعلا كنت مشغولة الفترة اللي فاتت وكنت في سفر. إن شاء الله بوعدكم على قد ما أقدر هرد على كل التعليقات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الانجذاب الروحي بين الأشخاص وأثره على الإنسان. لازم نعرف إن الانجذاب الروحي بين شخصين إذا حدث بيبقى صادق جدا جدا. طب هيجيلي سؤال، طب الانجذاب ده بيحصل إزاي؟ بيحصل عن طريق موجات بتنبعث من الجسد. جسدك بيبعث موجات وترددات وذبذبات الى الشخص الاخر. هذه الموجات تصل الى الشخص الذي يدور في ذهنك اللي انت بتفكر فيه وبيحس بيها مهما كانت المسافات بعيدة ما بينكم. بتصلوا في نفس اللحظة، نفس اللحظة اللي انت بتفكر فيها في الشخص هو بيستقبل منك ذبذبات وبيفتكرك على طول. الانجذاب الروحي بينشأ من هنا، بيتولد من هنا. كل ما انت تشغل بالك بشخص وتفكر فيه كل ما زادت الذبذبات والطاقات اللي بتوصله منك، كل ما باله هينشغل بيك. انت الشخص مش في دماغك اصلا، مفيش ما بينكو اصلا اي توافق، لكن انت بدأت تشغل بالك وتفكر فيه وترسل ليه ذبذبات. الذبذبات دي لما وصلت له لقت فيه ذبذبات مقابلة لها على نفس القدر، فحصل انجذاب. الانجذاب بدأ يحصل. هيبدأ يقوى امتى بقى؟ كل لما تبتدي تفكر فيه اكتر، كل ما تبتدي تفكر فيه اكتر هنا الانجذاب ما بينكم هيقوى اكتر واكتر واكتر، والشخص الاخر هينشغل بك طاقيا اكتر ويبدأ يفكر فيك ويقول الا اشمعنى هذا الشخص بدأت انشغل بيها زي الفترة ليه؟ علشان كده دي آلية عمل تمارين التخاطر. على طول بترسل طاقات وذبذبات ورسائل قصيرة طاقية الى الشخص الاخر، فبيبتدي الشخص الاخر باله ينشغل بيك وبيبتدي يسأل عليك وبيبتدي يبعت لك رسائل وانت تشعر ان تمارين التخاطر نجحت معاك. لكن الانجذاب لما بيكون طبيعي ما بين شخصين ناشئ لوحده كده طبيعي بيكون اقوى من تمارين التخاطر، اقوى من اقوى تمارين تخاطر. يبقى احنا لازم نعرف الانجذاب ده بدأ ازاي وحصل امتى. انا شرحت لكم دلوقتي حصل ازاي. طب الانسان لما بيتلقى هذا او هذه الذبذبات الطاقية والترددات الطاقية من شخص اخر، هل بيبقى فرحان؟ هل بيبقى سعيد؟ هل بيحس بالحب مرة واحدة تجاه الشخص الآخر ولا بتبدأ بالتدريج؟ لا طبعا بتبدأ بالتدريج واحدة واحدة، بنطلع السلم درجة درجة، ما بنقفز مرة واحدة. في المشاعر برضو واحدة واحدة هتلاقي الانجذاب بيقوى بينك وما بين الشخص الآخر. هيبدأ يحس براحة تجاهك، هيبدأ يحس بمشاعر ألفة تجاهك، هيبدأ تنشأ ما بينكم مشاعر حب لطيف، وهذه المشاعر تفضل تنمو لحد ما توصل الى القمة وتحسوا انتوا الاتنين ان انتوا ما عدتوش قادرين تستغنوا عن بعض، مع ان كل واحد موجود في مكان، كان يكون انت في مكان وهو في مكان. طب حد يسألني سؤال يقول لي هل يوجد علامات اما احس بيها جسديا تبين لي ان في اتصال روحي بيحصل ما بيني وما بين الشخص اللي في عقلي ده؟ تأكد لي. ايوه في علامات جسدية تأكد ان في شخص
بينك وما بينه اتصال روحي، والشخص بيبعت لك طاقة. اولا النغزة السريعة، ممكن ناس تجيلها على هيئة نغزة سريعة ما كانتش بتجيلها، نغزة سريعة في قلبها، رجفة، الرجفة اللي بتيجي في الجسد أثناء لما أنت ذاهب للنوم كده، بتلاقي جسمك اتنفض مرة واحدة. العطس في غير أوانه، يعني أنت ما عندكش برد ولا عندك أي نزلة برد، وتلاقي نفسك بتعطس. رفة العين، رفة العين برضو بتدل إن في شخص بيتخاطر طبيعي معاك وفي اتصال روحي بيحصل. الألم السريع اللي بتشعر بيه فجأة في جسمك وبيروح، سواء ألم في المفاصل، ألم في الظهر، فجأة كده بتشعر بألم وتلاقيه راح ومش عارف ايه ده. هنا اعرف ان شريكك الروحي بيتواصل معاك وبيفكر فيك في هذه اللحظة، اللحظة اللي بتحس بيها بهذه العلامات تحديدا. طب هيجي لي سؤال تاني، ايه اللي بيحصل للإنسان لما بيحصل هذا الاتصال الروحي من شريكك او من الطرف اللي بيفكر فيك؟ ايه اللي بيحصل للانسان؟ اللي بيحصل للانسان ان كيانه، كيان الانسان كاملا بيتقلق. يعني ايه كيان الانسان؟ اللي هو الروح والقلب والجسد والعقل، بيحصل فيهم تغيرات الانسان بيحس بيها. طب ايه هذه التغيرات اللي بتحصل واحنا محتاجين ايه؟ التغيرات اللي بتحصل هتلاقي على طول روحك رايحة للشخص الاخر، ادراكك الحسي بقى عالي جدا جدا، هتلاقي جسدك بيحصل وبتحس بالعلامات الجسدية اللي انا قلتها قبل كده، هتلاقي عقلك على طول، عقلك الواعي واللاواعي منشغل طاقيا بهذا الشخص بصورة كبيرة جدا جدا وما انتش قادر تركز، هتلاقي قلبك على طول تحس ان قلبك مرة واحدة وجعك وتحس ان لا انت سعيد وفرحان وقلبك منشرح. طب احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين توعية على الجانب الروحي، توعية على الجانب العقلي، توعية في كل الجوانب للانسان علشان يقدر يتأقلم مع هذا الاتصال الروحي حتى لا يحصل له مضاعفات، مضاعفات كبيرة جدا جدا نتيجة هذا التفكير. في هذه الفترة الجانب الروحي نغذيه ازاي؟ نغذيه بالصلاة، بالاستغفار، بالروحانيات، قراءة القرآن، الصدقة، كل ده بيلعب على الجانب الروحي للإنسان وتغذيته بشكل صحيح، بيخليه قوي. الجانب الروحي الانسان بيبقى قوي جدا جدا، والجانب الروحي جزء من مجالك الطاقي، بيقوي المجال الطاقي للانسان. طيب الجانب العقلي اعمل فيه ايه؟ لازم تتعلم، تسمع فيديوهات، تقرا، تفكر، تمارس، تحدد اهدافك، تنظم وقتك، تحسن مهاراتك، كل ده بينمي الجانب العقلي للانسان، والجانب العقلي جزء من المجال الطاقي، جزء من المجال الطاقي، لان العقل بيتكون من عقل واعي وعقل لاواعي، والعقل اللاواعي هو اللي بيستقبل كل الطاقات من المجال الطاقي، وهو جزء من المجال الطاقي وبيقوي المجال الطاقي لو عملنا توعية صح للجانب العقلي للانسان. هنا انت بتبقى قادر تواجه اي اتصال روحي، قادر ان ما يحصل لكش اي مضاعفات لو اي شخص فكر فيك. زي ما قلت التفكير ده ممكن يؤدي بالشخص الى الانتحار والموت، علشان كده احنا عايزين نقوي جميع الجوانب للانسان. طيب الجانب الجسدي، الجانب الجسدي بيجي من ممارسة الرياضة، الاكل المتوازن، شرب المياه، كل ده بيلعب على الجانب الجسدي، والجانب الجسدي برضو جزء من المجال الطاقي لانه هو بيعبر عن كيان وكينونة الانسان، كل ده بينصب في تقوية المجال الطاقي للانسان. طيب القلب، القلب اعمل فيه ايه؟ هل محتاج توعية قلبية؟ التوعية القلبية دي بقى بتيجي منين؟ بتيجي من التوعية الروحية. لو روحك واتصالك الروحي بالآخرين قوي
وإدراكك الحسي قوي وبصيرتك قوية، وزي ما قلت الجانب العقلي عندك قوي، بتقرأ كتير، بتتعلم كتير، بتطبق اللي انت اتعلمته. والجانب الجسدي برضو عندك قوي، هتلاقي القلب لوحده مرتاح مطمن.